ويليها الكلمة الوضعية في اللغة العربية سيقوم بإلقائها أخونا محمد ألوين فطاني فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المكرمون رعاة مأهل دار الكرم الأستاذ الحاج أحمد شهيد الدين الأستاذة الحاجة أين هوينة الأستاذ الحاج حاتم فناني الأستاذ الحاج محمد مهدي صاحب الفضيلة رئيس معهد دار القلم الأستاذ الحاج نهر العلم عارف الأستاذ الحاج قدير شيخ الدين الأستاذ زاهد فرناوي باوا صاحب الفضيلة رئيس معهد لا تنسى الأستاذ الحاج أدريان مفاتح الله الكريم أيها الأساتذة والأستاذات الكرام أيها الآباء والأمهات الأفاضل ويا أيها الحاضرون والحاضرات أسعدكم الله في الدارين أحييكم تحية فائقة أقدمها إليكم بلطف وإخلاص أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي جعل العلم وسيلة لبلوغ السعادة وفتح باب العلم لمن طلبه وهو الفتاح العليم. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من حول يوم الموعود وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من أعطى الشفاعة والمقام المحمود في يوم الورود. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسوله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. زملاء السعداء لقد مرت علينا أيام بأنواعها المختلفة من السرور والحزن من المشقات والفرح التي واجهناها بكل إخلاص وهادئ حتى جاء يوم وعيد طوال دراستنا منذ 3 سنوات في هذا المعهد الميمون. لقد وصلنا إلى غايتنا المنشودة بعد أن بذلنا ما لدينا من الجهد والطاقة وأطعنا نصائح أساتذتنا وأستاذاتنا والتزمنا بنظام المعهد بكل إخلاص. فكم رأينا غيرنا من الطلاب والطالبات لا يصلون إلى غايتهم لأن الإخلاص لم يكن رائدا لهم في الكفاح والجهاد. أصدقائي الأحباء، واليوم جنينا ثمرة جدنا بكل فرح وسرور وابتهاج وحبور. فلا شك أن من يزرع يحصد ومن جد وجد ومن سار على الدرب وصلى. ونحن من المتيقنين على أن لكل شيء طريقا وطريق بلوغ النجا هو الجد والصبر والإخلاص. زملاء السعداء، لقد مضت من 3 سنوات
كنا متعلمين تحت ظلال معهدنا دار الخلم وإشراف أساتذتنا وأستاذاتنا والأخوة المعهدية حتى أصبحنا الآن قويا ونشيطا لأن السهولة والصعوبة والسعادة واجهناها بالمعية حتى كنا قادرين على إتمام دراستنا في هذا المعهد الشريف. وإذا تذكرنا ثلاث سنوات الماضية دخلنا إلى هذا المعهد ونحن جهلاء عن الدروس الإسلامية ومن حيث الدروس اللغوية لا سيما في أداء واجبتنا نحو الله كالصلاة والصوم. بوجه الدهر جاهلنا عن معرفة معنى القلم والسبورة والطلاسة لكن الآن عرفنا وفهمنا عن معاني الكثيرة حتى استولينا وقدرنا على تكلم اللغة العربية والإنجليزية في محادثتنا اليومية وفقهنا معنى الحياة الحقيقية وفي إقامة أوامر الله. إخواني وأخواتي في الدين ما أطيب الحياة وما أطيب الحياة في هذا المعهد لقد عشنا فيه كجسم واحد يشد بعضه بعضا لا حتى لا فرق بيننا في الحقوق والواجبات مهما كنا مختلفين في العادات والثقافات لكننا عشنا في الاتحاد في هذا المعهد من روح الإخاء والمحبة الإسلامية حتى يكون بيننا ارتباط متين. حقا كانت حياتنا في هذا المعهد مترسخة شديدة واجهنا فيه المشكلات والمشقات التي نجعلها حكاية لأولادنا وبناتنا في المستقبل. أيها الأساتذة والأستاذات الكرام أنتم تربوننا أحسن التربية وتعلموننا وترشدوننا إلى ما فيه صلاحنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة ولولاكم أيها الأساتذة والأستاذات الكرام لعشنا جهلاء ومحتقرين بين الناس ولكم منا ألف ألف شكر واحترام على فضلكم ونرجو الله أن يكون ذلك في صحائف أعمالكم الصالحة الجارية ثوابها لكم. وأنتم الوافيون أيها الأساتذة سوف لا ننسى فضائلكم أبدا آمين ودهرا داهرين. أيها الآباء والأمهات الأفاضل إن لكم غورا كبيرا بتدخيلنا إلى هذا المعهد وكان بعض منا إسيانا وإباءً بأمركم وعزمكم لإطاعة إرادتكم بل بإجباركم ولطفائكم ونصائحكم علمنا وفهمنا ما أحسن كلها والآن شاهدتم أولادكم وبناتكم بوجه درك لأنهم قد وصلوا إلى غايتهم لا شك أنكم ترحموننا لأنكم ترعوننا وتربوننا منذ صغارنا إلى كبارنا وتدفعون نفقات دراستنا في هذا المعهد ولكم منا جزيل الشكر والإحسان إليكم ونرجو منكم الدعاء عسى الله أن يجعلنا ولدا صالحا ونافعا للمجتمع والوطن ولا ننسى على المودة والرحمة والصبابة التي سببتم إلينا بوسيلة الدعاء وقيام ليلكم حقا كانت مودتكم واسعة جدا لا يحصى عددها ولا ترد طول الزمن. أيها الزملاء من السنة الأولى والثانية شاهدتم زملاءكم من السنة النهائية أنهم سوف ينفصلون عنكم لأننا قد حان الوقت انفراقكم بيننا ليس للانفراق كنا نحمدين وليس للقاء كنا دائمين. إن لكم غدا نبيلا في هذا المعهد فحققوا بكل جهد لأن اللذة لا تكون إلا بعد الطعام وكونوا مخلصين في الجهاد وملتزمين بنظام المعهد
فبذلك تسيروا إلى غايتكم وكونوا في أشعاركم مع العلم دائما ولا تكونوا مع العلم نائما لأن الندامة سوف تأتي إلى من يتكاسل ولا تؤخروا أعمالكم إلى الغد إن تقدروا أن تعملها اليوم تذكروا أيها الزملاء من السنة الأولى والثانية أن من يزرع يحصد ومن جد وجد ومن سار على الدرب وسرى هذا فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يسهل أمورنا ويفتح قلوبنا ويجعلنا ناجين ونشكر الله على هذا اليوم السعيد لقد حان الوقت لنقول وداعيا يا دار القلم وداعيا يا دار القلم مع السلامة أيها الزملاء إلى اللقاء بمشيئة الله والله الموافق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.